إن متصل اشتكى مواطنون من ارتفاع مصاريف المدارس وأسعار مستلزمات الدراسة، وهو ما يثقل كاهل ولي الأمر ويشكل عبئا إضافيا على ميزانية الأسرة. في حاجات أساسية ما يحرموش الناس منها والشعب منها، هي التعليم ومجانية التعليم. فين مجانية التعليم؟ أمال ما دام الناس بتدفع قوطة وقوطة عيالها وغلاء ودروس خصوصية وكتب ومصاريف ومش ملحق يصرف على الواد، يمكن الواد بعد ما يتخرج ويشتغل مش هيجيب اللي تصرف عليه. فالمنظومة عايزة تتهد وتتبني من جديد كلها. والله كف عيون الناس، ما ينفعش ان في يبقى في غلو والكلام دوت وزيادات والكلام ده. واحنا بنقول يعني بنقول لوزير التربيه والتعليم، يعني انت شايف بعينك. بالنسبه لموضوع غلو المدارس ديت حاجه مش كويسه، تمام، بالنسبه للطبقه اللي هي الكادحه، لان ده هيأثر عليهم بطريقه كبيره. يعني احنا كمان عندنا احنا مصنع بننتج كراريس وكشاكيل، عشان خاطر الموضوع بتاع غلو المدارس ده احنا بنبيع بسعر قليل، تمام، عشان خاطر يعني نساعد اللي هو الطالب اللي هو الكادح بمعنى صح، في انه يعني ما تكونش عال على الاسره بتاعته.